السلام عليكم، معك موقع مصاري بوان كوم. شنو ممكن لك تقولنا على النظرة الشاملة على هذه المباراة اللي كانت الفائدة المغرب الفاسدة 4-2؟ ولو قبل شيء انا ما كتهمنيش النتيجة 4-2، اللي كيهمني هو نشوف المجموعة وكنشوف انه يحصل واحد الانسجام. طبعا المجموعة غير متكاملة لحد الساعة، هناك خصاص اللي واضح في المنطقة الدفاعية، مازال عمل كبير كينتظرنا، كنتظروا لاعبين اخرين اللي في وسط الملعب اللي هجومي باش يدعموا الفريق. كنعتقد انها مرحله مازال عندنا عمل كبير اللي خصنا نقوموا به باش نهيئوا الفريق للبطوله الوطنيه ان شاء الله. شكرا على السيده في موقع مصاري بوان كوم. سمعكم سيد الحمولي، معك ايوب نطيب مصاري بوان كوم. الله يخلي بينا، عرف راي ديالك في مقابله اليوم ومرضيه اللاعبين. بسم الله الرحمن الرحيم، هي كانت مقابله جيده وكانوا اللعابه في المستوى، وحنا ما كيهمناش النتيجه كما بغات تكون، اكثر ما كيهمنا باش نشدوا الايقاع المقابله باش ندخلوا في البطوله تدريجيا. وكنظن هذا الشهر الكريم حتى هو عطلنا ببعض الشيء وعطل الفرق الوطنيه كلها. فاش يتسالى الشهر الكريم اللي يطلع الفوق ويكمل المسار الالقاب ديالو ان شاء الله. شكرا شكرا.